أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن وزارة الصحة بدول أن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اجتماعا أكدوا من خلاله وجود إجراءات احترازية مشددة تتعلق بالتنقل بين دول المجلس، وهو ما لم تلتزم به قطر باستغلالها الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم كورقة سياسية وإعلامية. وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام في تصريح مقتضب لبرنامج مجتمع واعٍ الذي يبثه تلفزيون البحرين على أن استغلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لتحقيق أهداف سياسية دخيلة على مجتمعاتنا ليس مستغربا على وسائل الإعلام القطرية. ما في شك بأن سبقا أكدنا وكررنا بأن اليوم هذا الظرف الاستثنائي يتطلب تنظيم وتنسيق من قبل الجهات المعنية. وزراء الصحة في مجلس التعاون اجتمعوا قبل أسبوع للتأكيد على أن هناك تعليمات مشددة في عملية التنقل بين دول مجلس التعاون. هناك إجراءات احترازية. نحن نتحدث عن ظرف استثنائي يتعلق بصحة الإنسان. القرار طبي 100%. عملية أن أنت تأخذ الموضوع كورقة إعلامية أعتقد ما هو غريب في هذا الوقت من بعض وسائل الإعلام. هناك من يستخدم هذه الورقة لأهداف سياسية. إحنا لله الحمد في دول مجلس التعاون هناك تنسيق تام بهذا الخصوص. عملية جلب مجموعة من إيران إلى قطر ومن ثم أرسالهم إلى عمان دون علم أي جهة معنية بهذا الأمر، أعتقد هذا الأمر يثير كثير من علامات الاستفهام. تأكيدا على كلامي، تقدر تدخل السوشيال ميديا وتشوف اليوم المواطنين القطريين اللي موجودين في كل دول العالم يطالبون بعودتهم. نحن لا نستغرب عدم عودتهم، لأن فعلا هذا الأمر يحتاج إجراءات احترازية، يحتاج استعدادات طبية، يحتاج تأكد من مدى طاقتك الاستيعابية لاستقبال مثل هذه الأعداد. ولكن نستغرب هذا العدد القليل لأهداف أعتقد اليوم المواطن الخليجي يعرف أهدافه وما وراء هذه العملية كلها. أنا في الختام أؤكد بأن ما يجوز إنسانيا استخدام مثل هذه الورقة إعلاميا. اليوم الإعلام يؤكد على الروح الوطنية لدى أبناء دول مجلس التعاون، التكاتف، هذا الوعي الاجتماعي اللي احنا قاعدين نشوفه في كل مكان. أما عملية استخدام مثل هذه الورقة فهي مكشوفة لكل مواطن خليجي.